احلى يوم مع رياضه. مهم جدا نعمل تمرين احماء زي ما نزلت في الفيديو. كمال اقسام صبر وتركيز، مش بس انت تخش كده وخلاص. اشتركوا في القناه واعملوا لايكات. اول حاجه بتسخن دراعك، دايما انا بعمل كده، بتسخن دراع بتسخن جسم كله، مهم جدا. اتعلموا من الكابتن عزوز، لان كل حاجه بقولها صح 100%. انا اعتبر زي المدرب بالظبط. كمال الاجسام تركز زي حاجه كده وخلاص. مهم جدا ان احنا نعمل تمرين الاحماء.